أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة على ما تتميز به مملكة البحرين من مبادئ وقيم سامية كانت أساساً للنسيج المجتمعي المتماسك والمتعايش الذي يجسد الحضارة الإنسانية للمملكة والتي أرسى قواعدها الآباء والأجداد وتوارثته الأجيال لتصبح المملكة اليوم أرضاً للمحبة والتسامح، مشيرا سموه إلى أن التعايش والتعددية تعد جزءا لا يتجزأ من الإرث الحضاري الذي تميزت به مملكة البحرين والذي يعكس الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تعزيز هذه القيم النبيلة في المجتمع لتصبح البحرين نموذجا يحتذى في الانفتاح على مختلف الثقافات واحترام الأديان والتسامح. جاء ذلك لدى زيارة سموه نيابة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين لعدد من الأسر لمشاركتها احتفالاتها بمناسبة ديوالي ورأس السنة الهندية، حيث أشار سموه إلى أن مملكة البحرين تحرص على تعزيز التقارب الإنساني والثقافي في المجتمع من خلال إرساء ثقافة الانفتاح القائم على تنوع الثقافات وتعزيز احترام الديانات والتواصل بين كافة أطياف المجتمع في بيئة آمنة يسودها الود والتآخي والمحبة. وقال سموه إن مملكة البحرين تسير على نهج قائم على أساس ثابت يتخذ من التسامح والسلام مرتكزا له، والبحرين مستمرة في ترسيخ هذه المبادئ والمعاني النبيلة في مجتمعها، فكانت وما زالت هذه الأرض أيقونة للمحبة والسلام ودارا لمختلف الثقافات والأديان. وقد نقل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة تحياتي وتهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لأسر ملجيميان وكافالاني وثاكير وكيوليرام وأساربوتا وباتيا بهذه المناسبة. كما عرب سموه عن خالص تهانيه لهذه الأسر مشيدا بما تقوم به من عطاءات وإسهامات في خدمة المجتمع وحرصها الدائم على تعزيز التواصل والترابط مع كافة الأطياف. من جانبها أعربت الأسر عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يليه سموه من حرص على التواصل مع كافة أطياف المجتمع، معربين عن امتنانهم لمشاركة سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة في هذه المناسبة والتي تجسد قيم التعايش والتسامح في المجتمع البحريني، متمنين لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار. We'll be right back.